الله اكبر الله اكبر. رسموا سوا صورة وطن وأول شرارة في حزن وسع المدى. الله لا يسامحك. في وجع جوا عميق، لا صوت باقي ولا صدى، وأنا مين يكفي الطريق. سنتين وبعده الحزن وسع المدى، سنتين وبعده تفجير مرفق بيروت عم يحصد ضحايا وأحبة. هالتفجير بعده كل يوم عم يقتلنا. أما التحقيق هو واقف، وهناك محاولات لتسييس هذه القضية. اليوم بهالحلقة رح تنضم لنا ابنة الضحية غسان حصروتي، تاتيانا حصروتي، حتى توضح لنا اليوم وين صرنا. تاتيانا أهلا وسهلا فيك. بونجور وميرسي لكم. تاتيانا اليوم يعني والديك هو كان مؤتمن على القمح اللي مفقود اليوم بالأسواق، وأيضا كان مؤتمن على الإهراءات اللي اليوم هناك حديث عن هدمة لإعادة بناء مرفق بيروت. شو موقفك من هذا الهدم؟ اليوم السلطة من وقت الحرب الأهلية لليوم، كل ما يكون عندهم شيء بذكر الناس بالإهمال بالفساد اللي هن عملوه بالدمار اللي هن عملوه بيجوا وبيمحوا. اليوم هدم الإهراءات هن عم يلعبوا على الذاكرة الجماعية تبعنا، إنه اليوم إذا شلناهم الناس رح تبطل تفكر فيهم، رح تنساهم. أصلا إذا منفكر اليوم شوي كمان، حتى في كتير ناس ما بقى يعني بالنسبة لها الانفجار شيء مهم. يمكن بس تقطع من حد هول الإهراءات بتتذكر إنه اليوم في ناس ماتت هون، اليوم صار في انفجار خرب البلد، يتم الناس. مثلا أنا مش بس مات بيي، أنا كمان اليوم تكسر بيتي وقت الانفجار. فيمكن كمان الإهراءات إذا ضلوا بذكروا الناس بشو صار ومحيون هو لمحو شو صار، لحتى الناس ما بقى يكون عند الأمل لتكمل بهيدا المسيرة تبع تحقيق العدالة. نعم، وأنتوا أكيد يمكن طبعاً مع إعادة بناء المرفأ، ولكن ليس قبل انتهاء التحقيق، صحيح؟ أكيد. نحن هو هلأ كمان موقع الإهراءات هو ساحة جريمة، يعني نحن بعد ما بنعرف، ما عنا لا قرار اتهامي بيتهم وبيقلنا شو فيه، ولا خلص التحقيق لحتى نعرف إذا لازم يضلوا أو لازم ينشيلوا. أنا مني شخصيا أكيد أنا مش مع أنه دور السلامة العامة، بس اليوم هلأ هنا بيقولوا سلامة عامة، وين كانوا وقتا كانوا هدول النترات لسبع سنين موجودين وهن لا عم ينتبهوا عليهم، لا عم يشوفوا مين عم يخدون ولا تركينهم لحتى آخر شيء انفجروا بالناس. هالتحقيق ما بعرف قد ايه حضرتكم متابعين مع القاضي طارق البيطار، هالتحقيق اليوم وين صار وشو موقفكم من القاضي طارق البيطار؟ لان مثل ما عرفنا انه هناك ايضا بعض الاهالي كانوا عم بيطالبوا بكف يده عن التحقيق. اليوم تيكون القاضي طارق البيطار هو المحقق العدلي بهيدي الجريمة، يعني هو شخص كفؤ تحت يكون موجود. إنما اليوم السلطة هي اللي عم تعرق لهذا التحقيق. اليوم في وزير المال منه قابلين إنه يمضي على قرار تعيين رؤساء محكمة التمييز، وبالتالي هذا الشيء بعرقل تعيين الهيئة العامة لمحكمة التمييز اللي هي بتبت بقرارات وطلبات الرد اللي المعرقلين اللي هن المجرمين او الناس المشتبه فيهم هن مقدمينهم. وبالتالي اليوم التحقيق واقف، ومش خاصة القاضي بالموضوع، يعني هن يلي خايفين يمسوا امام العداله ويعترفوا بالشيء اللي عملوه او حتى انه يفيدوا التحقيق هن يلي عم بعرقلوا. بالنسبه لايضا اهالي الموقوفين، هل في تواصل معهم؟
نحن اليوم كأهالي ضحايا كمان، وأنا بحكي يعني عني وعن عائلتي أكثر، إنه نحن مع إنه الحقيقة تبين، إذا الشخص منه عامل شيء لا يظهر، بس إذا الشخص هو مقصر ومهمل بوظيفته أو هو ما خبر غيره يعني هو قصر، يعني هو اليوم عليه حق. أنا بالنسبة لإلي كلهم متورطين، من أصغر شخص كان عارف وما بلغ لأكبر شخص يلي ما تصرف بشيء، وكل شخص هلأ وعم بيعرقله هو متورط بالجريمة. يعني اليوم إذا ما كنت متورط ديراكت وأنا فوتت النترات، بس أنا اليوم اتغاضيت عنهم وتركتهم يقتلوا الناس ويشردون من بيوتهم ويكسروا لهم بيوتهم، اليوم في جريمة لبلد كامل. ما فينا نقول أنا ما عملت شيء بلا ما نحقق بالموضوع، وما فينا اليوم ما حدا يتحاسب. نعم، يعني ولكن من وجهة نظر أهالي الموقوفين هن فقط موظفين مأمورين ما كانوا قادرين يعملوا شيء، بيعتبروا انه هن رؤوس صغيره بوقت الرؤوس الكبيره يعني ما حدا عم يقدر يطالع بعد، وكان انه هن ما ذنبهم لان كونهم هن فقط موظفين مضطرين انه ينفذوا اوامر وما عندهم كان وقت سلطه كرمال انه يحكوا عن النترات. شو رايك بهذا يعني ما يقوله اهالي الموقوفين؟ خلي هدول الموقوفين اليوم يطلعوا يقولوا أنا بلغت لهيدا الشخص وهيدا الشخص ما اشتغل، أو يقولوا أنا اليوم رفعت لهيدا الشخص تحديدا وقلت له في نترات معقول تفجر العاصمة كلها وهيدا الشخص ما عمل شيء. اليوم كمان هول الأشخاص، هلا أنا ما عم أقول كل الحق عليهم أكيد، بس بمحل معين كان فيهم يقولوا وقت مولع النار وكانوا هنا عارفين إنه بالعنبر في نترات إنه يلا يا ناس فلو ما بقى تضلوا بالشغل، بعدوا عن المدينة لأنه المدينة رح تنفجر. تاتيانا، يعني في حال ضل هناك في عرقلات، يعني يمكن يمضي وزير المالية وبعدين تلاقوا هناك عرقلة جديدة ما بعرف كيف، شو رح تعملوا ساعتها؟ نحن كنا عم نبحث بأنه إذا فينا نعمل تحقيق دولي، لأنه التحقيق الدولي ما فيه استنسابية للسلطة هون. اليوم القضاة معتكفين، اليوم في أشخاص بيشتغلوا بالأشغال العامة كمان مقدربين، في وزير مال ما عم يمضي مرسوم. اليوم السلطة مثل ما فيها تعرقل هلأ التحقيق أكيد فيها تعرقل المحاكمة بعدين، يعني هيدي السلطة طول ما هي متحكمة بالقضاء أكيد اليوم التحقيق ما رح يكون عادل وشفاف، رح يكون أكيد بمحلات معينة مسيس ومعرقل من قبل هيدي السلطة. يعني اليوم غير إنه نحن بدنا تحقيق دولي إذا فينا، اليوم بدنا استقلالية القضاء، الاستقلالية المادية للقضاء وكمان استقلالية الإدارية للقضاء. اليوم كيف وزير هو بده يتحاكم بيقدر هو يعين القاضي اللي بده إياه بالمحل اللي بده إياه، لأنه مثل ما بنعرف إنه المجلس العدلي كمان هو معين بمرسوم يتخذ لدى مجلس الوزراء، وبالتالي هن بيعينوا قضاة المجلس العدلي. نعم، هل في تواصل معكم من قبل الخارج المجتمع الدولي حاليا؟ نحن اللي عم نطلب منهم انه يكونوا عم يدعمونا وعم يدعموا لنا مثل الوصول الى العداله، الوصول الى الحقيقه. انا شخصيا وقت اجى الامين العام للامم المتحده تلاقيت فيه وتواصلت معه وخبرته نحن شو عنا العرائيل، وهن اكيد المجتمع الدولي داعم لمسيرتنا، انما اذا بدها تضل الدوله كمان يعني متخليه عنا في مثل علامة استفهام على الموضوع يعني، بس نحن أكيد أكيد بنطلب من المجتمع الدولي إنه يكون معنا ويتحرك معنا، لأنه هيدي قضية كبيرة. يعني اليوم كل المجتمع اللبناني رهينة لهيدي السلطة اللي كل يوم عم تقتله، إن كان ماديا وإن كان معنويا وحتى بالانفجار، يعني قتلت كمان عدد كبير من الضحايا. تاتيانا، يعني القاضي طارق البيطار هل في تواصل معه حاليا؟ شو عم بقول لكم؟ هل انه عم يقلكم في ايجابيات معينه ام لا؟ هلا نحن عائلتنا ما عم تتواصل مع القاضي، وانا بامن انه لازم هو يشتغل بضمير مرتاح وما يكون في عليه لا ضغط منا ولا ضغط من السلطه، بس ما عندي فكره اذا غير عيال هن بتواصل معه. نعم، هلا صحيح انه لا يمكن الا للقضاء انه يكشف من قام بتفجير مرفأ بيروت، ولكن لا تزال كل يوم عم تتكشف امور جديده بهذا الخصوص عن من كان يعلم بوجود النترات. فبغض النظر عن كيف انفجرت، لان هي مسؤوليه القضاء، شو بتقولي لمن كان يعلم
بوجود النيترات. أنا بقول له إنه لكن لآخر لحظة كان فيك أنت اليوم ترجع وتقول تنبه الناس إنه اليوم فلوا من أشغالكم، فلوا من بيوتكم، رح تنفجر المدينة، بس أنت اليوم قصرت. يلي فوت مثل يلي كان بيعرف وعنده ذات المسؤولية، لأنه اليوم عدم القول أو عدم إعلام الناس هو مشاركة بالجريمة اللي أدت لقتلهم، اللي أدت لتشريدهم وتهديم بيوتهم. اليوم كل اللي كانوا بيعرفوا أنا بالنسبة لإلي مجرمين ومشاركين بالجريمة، فما في حدا يقول أنا كنت بعرف بس ما كان فينا أعمل شيء. سؤال أخير تاتيانا، مع تاتيانا بالأربع آب 2020 وتاتيانا 4 آب 2022، شو تغير؟ تغير كتير اشياء، غير انه اذا ما نقول فيزيكلي انه بي ما بقى موجود معنا، اليوم انا صار عندي مسؤولية انه حارب قد ما فينا تجيب العدالة لبي ولكل الناس اللي ماتوا، لكل العيال اللي بعدهم موجودين، ولكل الناس يلي كل اللبنانية، لانه كلنا كان معقول نموت، كل واحد كان فيه يكون محل بي، وكل واحد كان فيه يكون محل ويليام، محل ألكسندرا، محل كلنا. فأنا اليوم عندي مسؤولية إنه ضل تابع الحقيقة كرمال إنه لاقي العدالة للبنان، لأنه إذا اليوم بالانفجار تبع 4 آب نحن ما قدرنا نلاقي الحقيقة ما حدا نتحاسب، ما بحياته بلبنان رح يصير شيء ونتحاسب. مثل ما كانوا بالحرب حاملين سلاح فجأة لبسوا البدلات وطلعوا على المجلس، هيك رح يضلوا إذا نحن اليوم نضل ساكتين على كل شيء عم يعملوا فينا. شو أكتر شيء بيضايقك اليوم تاتيانا؟ بضايقني انه اكثر شيء انه انا بي ما كان بشي، انه انا بي كان فيه يضل عايش معنا بعد فتره اطول، وانه انا كان فيني بعد اعيش معه كذا شغله ما قدرت اعيشها معه. يعني انا بي ما شافني عم اتخرج من الجامعه ولا عم اتجوز ولا شاف عائلتي، فاللي بيزعجني انه هن اخذوا مني ومش هو قرر يروح. انا بي كان بصحه كثير منيحه وكان فيه يضل معنا عادي، وكان في ناس كثير في أضل عايشة، بس إني قرروا أنه يقتلون، وهيدا قرار. أنا برأيي اليوم القتل اللي صار أو الجريمة اللي صارت هي قرار، هي مش قضاء وقدر، وهو مش مرة صار شيء فجأة أو شيء مش بأيدنا أو قوة قاهرة. هني قرروا يقتلون بس تركوا النترات عنا بالبار، وتركوا ناس تقدر تستعملون وما حدا حكي هالشي. إن شاء الله كمان تقدروا توصلوا للحقيقة يلي مش بس أنتوا أكيد بتريدوها، كلنا بدنا نريدها. ما بعرف إذا بتحبي بعد تقولي أي شيء. أنا بدي أقول بس للناس إنه يجربوا ما ينسوا، لأنه إذا نسينا هالمرة رح ننسى كل مرة. يوم اللي قتلوا جدودنا رجعوا قتلوا بيتنا، وبعدين يمكن يقتلونا لإلنا. لازم نضل ندافع لمستقبل أفضل لإلنا كشباب، لأهلنا، وحتى لأولادنا اللي بدون يجوا على هيدا الدنيا. فما تنسوا وحاسبوا، لأنه هيدا أملنا الوحيد بهالبلد وما إلنا غيره، وهيدا البلد لو فلينا منه ما إلو غيرنا كمان. تاتيانا بدي أشكرك على كل هذا التوضيح وعلى قوتك يلي عم بتمدينا فيها كمان، فبشكرك على كل هذا التوضيح تاتيانا. مرسي كتير إليك ويعطيكم ألف عافية. عادة نحن بكون عنا فقرة أخبار كاذبة من بعد المقابلة، ولكن اليوم استثنائيا ما رح يكون في هذا الفقرة. أساسا نحن كلبنانيين يعني عايشين على وعود كاذبة، وإذا بدنا نعددها ما بنخلص، ولكن لو شو ما قالوا ولو شو ما وعدوا الأكيد إنه لن ننسى.